تبقى الآن مع معاذ محارب. جولة جديدة ما تبقى وفيها من السويداء إلى ليبيا، روسيا والنظام يدشنان خطاً جديداً لنقل المقاتلين لدعم حفتر. الأهالي يرفضون ويتحدثون لما تبقى عن التفاصيل. أطلالوا داري مزاراً للميليشيات الطائفية، الطبطبائي عند مقام السيدة سكينة في داري برفقة وفد من الشيعة. واعتقل منهم 62 وأجبر بعضهم على الالتحاق بقواته الشبكة السورية، ترصد انتهاكات النظام بحق العائدين من لبنان. حياكم الله. كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا عن تزايد عمليات تجنيد المرتزقة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا سيما السويداء. لماذا؟ للقتال في ليبيا مقابل رواتب شهرية. ينقلون، هذه صورة لتجمعهم في السويداء، ينقلون من السويداء إلى حميميم إلى ليبيا مقابل رواتب شهرية. هكذا يحدث الآن في السويداء. تقول المصادر أنه في يوم الأربعاء أي البارحة انطلق نحو 180 شاب في بضع حافلات من محافظة السويداء إلى حميميم في اللاذقية بغية الانتقال إلى ليبيا. انتشرت صورة تجمع العشرات من الشبان في أحد أحياء المدينة قبل الذهاب بهم. الحديث عن هذه الظاهرة التي تجري الآن في السويداء معنا من هناك الناشط المدني فهد. فهد مساء الخير. مساء النور. أهلا فهد. أنا سامع. مرحبا، أسمعك فهد. تسمع لي؟ إيه تمام. الظاهرة تجنيد الشباب السويداء والذهاب بهم إلى ليبيا، أولا هل صحيح ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة؟ طبعا ازدادت. البارحة تم تقريبا ما يقارب 200 شاب اللي ذهبوا، صار تجمعوا في حي الخزانات عند دوار الباسل، وتم ذهابهم بأعداد أقرب ما يقارب 8 حافلات. وهذا الشيء ازداد بعد ما رجعت الدفعة الأولى، في ناس راحت لهنيك. طبعا هي لعبة صح من قبل نظام روسيا،
ناس راحت قاتلت رجعت هون مع مبالغ مالية. الوضع الاقتصادي متردد جدا، هذا كان أحد أسباب استغلال روس والنظام لهي الأمور، فلهيك تم ازدياد الأعداد. تمام. كم الراتب، كم يتلقون هؤلاء؟ في عم بيكون في تفاوت بالرواتب، في ناس عم تعتبر حالها خطوط خلفية مثل ما بيسموهم، وهي اللي عم تخلي ناس تتشجع أكثر بما يقابل 2500 دولار. وفي ناس عم تروح بصفة مقاتل عم تاخذ بين 3000 ل 3500 دولار. الذين رجعوا الآن تقول أنه في دفعات رجعت الآن إلى السويداء لتقضية إجازات؟ تمام. كم صار لهم في ليبيا؟ رجعت من تهي. رجعت 3 أشهر. 3 أشهر وأتى إجازة الآن إلى السويداء؟ تمام. هؤلاء ما الذي يقولونه هؤلاء؟ أنه هني كانوا بخطوط خلفية، ما كان في عليهم كثير خطر، لكن طبعا خطوط خلفية هي عم يشتغلوا حراسي فينا نقول لبعض المواقع، يعني مجرد ما كان في أي هجوم عليهم فهني راح يكونوا مثلهم مثل أي مقاتل. طبعا أنا بعتقد هو الاهتمام اللي صار بأول ناس طلعت هي بس مجرد فخ لباقي الشباب إنها تطلع، يعني هذا هو اللي. طيب هل صحيح انه في مجندين في جيش النظام هربوا وذهبوا الى حميميم؟ نعم، في كلام انه في فعلا مجندين ملوا من الخدمه، ما عم بصير في تسريح، ما في مقابل اصلا مالي هن يقدروا يكفوا او انه يساعدوا اهلهم، كمان عم يتعرضوا لنفس الازمه، فلاقوا انه هذا الخيار لانه كمان عم ينوعدوا بتسويه. تسويه اوضاع؟ تمام. يعني هناك ناس مطلوبين للنظام او للمخابرات يذهبون الى ليبيا مقابل تسويات؟ تماما، ناس مطلوبين، في ناس كانت متخلفه عن الجيش، كلنا بنعرف وضع السويداء بالنسبه للجيش، تم العرض عليها لمن تطلع وتم تسويه اوضاعها، وفي ناس مثل ما ذكرت حضرتك قبل شوي كمان موجوده بالجيش بدها تتسرح، ملت من الخدمه، ما عم بتلاقي في مقابل اصلا، فهي كمان اختارت هذا الخيار انها تطلع بسبب. طيب الروس كيف يتواصلون مع هؤلاء الشباب؟ وممكن يرتاحوا من الخدمه، ممكن يصير في تسريح الى اخره. الروس كيف يتواصلون مع هؤلاء الشباب؟ كيف يجندونهم؟ عم بيكون في عم بيكون في خلينا نسميهم سماسره او مرتزقه بالداخل، احيانا ممكن يكون شوفير تاكسي، احيانا ممكن يكون صاحب محل سماني محل عادي، احيانا هدول عم بيكونوا سماسره عم بيتم عرض أو تقديم العروضات على الشباب. الشباب اللي ممكن تقول أنا موافق رح أطلع، عم بيتم إيصالهم بالناس اللي هن أيادي للروس خلينا نسميهم للنظام في السويداء، موجودين هن من يعني من أبناء المحافظة، في مكاتب صار للتسجيل على هي الأمور موجودة في السويداء. صوتك يتقطع، تقول هناك مكاتب لتسجيل هؤلاء؟ تماما، مكاتب موجودة ضمن مدينة السويداء، موجودة بشهب، موجودة بصلخد. هن شبان من المحافظة لكن يعملون مع الروس ومع القوى الأمنية. طيب هؤلاء بيسجلوا الشباب وبتواصل، يعني هم صلة الوصل بين الشباب، هؤلاء الشباب والروس، النظام له دور؟ طبعا هم معروفون من يعني اللي عم بيقوموا بهاي الأمور واللي عندهم هاي المكاتب، ومعروف خلفيتهم، معروف خلينا نسميه التاريخ تبعهم، هن مع مين كانوا، يعني هي مجرد أسواق سمسرة يعني. طيب هؤلاء الذين ذهبوا إلى ليبيا هل قتل منهم أحد؟ هل فقد منهم أحد؟ هل أسر منهم أحد؟ لحد الآن ما في ولا أي أخبار عن هيك أمور، في ناس ما رجعت، ما حدا يمكن يكون قادر يعرف عنها شيء، وأنا بتوقع عم قل لك أنه أول دفعة راح تكون أو أول دفعتين ممكن يكون في اهتمام بهاي الدفعات فقط لمنه يرجع يوقعوا بالشباب الباقيين. سقف الأعداد كم، يعني ما هو المتوقع أن يصل الأعداد هؤلاء إلى أي رقم يريد الروس أن يصلون؟ هل هناك إشاعات حول هذا الأمر؟ نعم، هي مجرد إشاعات. الأسبوع الماضي كان هناك إشاعة أنهم يحتاجون إلى ما يقارب 6000 مقاتل من محافظة السويداء. 6000؟ تمام. كم جندوا حتى اللحظة؟ إلى حد الآن ما يقارب 500 إلى 600 شخص. والتجنيد على قدم وساق شغال؟ نعم. يعني ممكن الأيام القادمة أيضا دفعات أخرى؟
تماما. طيب هؤلاء منهم يعني أين يدربونهم؟ منهم من لم يستخدم العسكرية، يعني لم يدخل العسكرية، لم يعرف ما هي الحرب. أيضا الإشاعات اللي عم نسمعها أنه عم بيتم التدريب بحميمين، هم عم بيطلعوا من هون لحميمين، عم يتم تدريب بحميمين ومن ثم عم يتم تسفيرهم إلى ليبيا. كم مدة التدريب في حميمين؟ بصراحة ليس لدي فكرة عن هذه المدة. شكرا جزيلا لك الناشط البدني فهد، كنت معي مباشرة من السويداء، شكرا جزيلا لك. نشرت صفحات موالية صورا قالت إنها لممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في سوريا أبو الفضل طبطبائي أثناء زيارته لمقام السيدة سكينة في مدينة دارية. أبو الفضل طبطبائي أتى على رأس وفد من رجال دين إيرانيين برفقة المهندس الإيراني رضا الواحدي الذي أوكل إليه مشروع ترميم المقام منذ عام 2017. هذه الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من الذكرى الثامنة لمجزرة دارية التي راح ضحيتها أكثر من 700 مدني على يد قوات النظام والميليشيات الإيرانية، 522 منهم من هؤلاء 800 موثقون بالاسم. هذا هو القهر بعينه عندما يرى هذا الخبر والفيديو كذلك المرفق، أحد من أبناء دارية وهو في مشرد في أصقاع الأرض ينظر ليرى أبو الفضل طبطبائي يأتي هو وأمجد الواحدي يرمم مقام السيدة سكينة. طبعا قبل هذه الزيارة في 2016 أمجد البهادلي قائد ميليشيا لواء الإمام الحسين ميليشيا عراقية كذلك زار دارية في 2016 وصل بميليشياته هناك عند هذا المقام، هم هللوا وطبروا وكبروا كثيرا عندما عاد المقام لسيطرة الميليشيات بعد سقوط دارية، ويعتبرونه أحد قطبي رحى هو في شمال غرب وكذلك مقام السيدة زينب في جنوب شرق، يعني له أهمية عظمى وفرحوا فرحا عظيما بعودة مقام السيدة سكينة. طبعا لا كان هناك مقام ولا من يقومون في هذه المنطقة، وأهالي دارية يقولون هذا الأمر، وأصلا هذه المنطقة قبر لامرأة، يعني أهالي دارية يقولون هذا قبر لامرأة وغير معروفة مجهولة من هي، أتت إيران في مطلع الألفية الجديدة وصنعت منه قبرا للسيدة سكينة بنت الحسين، وهذه مغالطة تاريخية فادحة. سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما مدفونة في مصر في أغلب الروايات يعني، أو في المدينة المنورة لكن قطعا ليست في الشام، سكينة بنت الحسين، وسكينة بنت الحسين أمها الرباب، وللحسين رضي الله عنه شعر
مشهور يعني في التغزل بسكينة في مدح سكينة ابنته وأمها الرباب، يقول الحسين: لعمرك إنني لأحب دارا تكون بها سكينة والرباب. سكينة حضرت الطف في كربلاء، عادت إلى الشام ثم إلى الحجاز، ثم في غالب الظن ذهبت إلى مصر كي تتزوج من أحد المروانيين، وهذه كانت عادة سائدة، يعني التزاوج بين الأمويين وبين الحسين ونسل الحسين، ودفنت في مصر لكنها لم تتزوج. لكن هذه سكينة الصغرى، البعض يقول هذه، ربما هؤلاء يشيرون إلى سكينة الصغرى بنت علي زين العابدين، ليس بنت الحسين. سكينة بنت الحسين هذه بالقطع ليست هي التي يأتون ويطبرون ويلطمون عليها، ليست سكينة بنت الحسين. في مصر الجماعة في مصر يقولون هناك مقام، وفي غالب الظن هي توفيت في مصر، والسكينة الصغرى بنت علي زين العابدين مدفونة في المدينة، في المدينة المنورة، ليست في الشام وليست في دارية. قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام في سوريا يمنع مئات المواطنين السوريين من العودة من لبنان إلى وطنهم، مشيرة إلى تسجيل 62 حالة اعتقال واختفاء قسري من العائدين من لبنان منذ بداية 2020. 62 حالة. الشبكة أوضحت أن الظروف القاهرة التي يمر بها بعض اللاجئين في دول اللجوء دفعتهم نحو العودة. يرصد التقرير حرمان نظام للمواطنين السوريين من دخول بلدهم ما لم يقوموا بتصريف 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي. شهدت العاصمة الألمانية برلين ومدن أخرى مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، بحيث طالبوا حكومة بلادهم باستخدام مهاجرين من مخيم موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية وجزر أخرى وإيوائهم في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وذلك على خلفية اندلاع حريق هائل في مخيم سيء السمعة. Thank you.
في سياقات الحرائق كذلك، ألسنة اللهب في سوريا تواصل اندلاعها لتأتي على مساحات جديدة وصلت إلى أطراف جسر الشغور في ريف إدلب، بعدما كانت مقتصرة على ريفي حماة وحمص وصولا إلى جبال الساحل السوري. المزيد مع ناصر عدنان. كأن جمع السنين من نضارة وخصوبة انتهى في لحظة، كأن الطبيعة توحشت على السكان الخضر فاستبدلت بهم سوادا، وكأن علبة الثقاب السورية أصبحت ينبوعا لا تنضب عيدانه، ما إن يطفأ لهيب هنا حتى يشتعل آخر، فتغدو محاولة الإطفاء نفسها تجربة مكررة للفشل. هذه هزيمة أخرى للبقعة السورية المريضة، تسجل اليوم بتوقيع حريق غامض التهم مساحات خضراء تكاد تكون بحجم دول صغيرة الحجم، من ريف حماة الغربي وحمص ثم غربا نحو سهل الغاب الواسع وجبال اللاذقية. اندلعت ألسنة اللهب في الأراضي الزراعية والحراجية والمشاتل والغابات، وما كانت الكارثة بتوقيتها وشدتها إلا قطرة فوق إناء يفيض أصلاً بكل السيئات إلا الماء اللازم لسكبه فوق الأراضي المحترقة. تهرع إيران بعد 6 أيام من الحادثة لإطفاء ما يمكن إطفاؤه، تزامناً مع وصول النيران إلى مشارف مركز للبحوث العلمية يقيم فيه خبراؤها في ريف مصياف، لكنه جهد المقصر وفقاً للنتائج التي لم تكن مرضية للموالين قبل غيرهم، فالحليف الروسي ترك السعير يشب حولهم وذهب بحواماته لمساندة إسرائيل في إخماد حرائقها، بينما مد الدفاع المدني في المناطق المحررة يده للنظام كي يسمح لآلياته بالعبور إلى البؤر المشتعلة للمساهمة في عمليات الإخماد، إيماناً منهم بسوريا الجامعة لهويتهم وانتمائهم. لكن الأسد ترك الاتصال معلقاً ولم يستجب للبيان، حتى خيل لمؤيديه على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما جرى لم يكن مصادفة إنما بفعل فاعل، والفاعل في اللغة العربية كما سوريا الأسد مرفوع عن المحاسبة والعتب. الفاعل مرفوع عن المحاسبة والعتب ورفع عنه العتب ورفعت عنه المحاسبة، هذا هو الفاعل في سوريا. يقول الموالون، يقولونها بالفم الملان، إن هناك مصلحة شخصية لكثير من المتنفذين لدى النظام بهذه الحرائق، وهذه الحرائق ليست عفو الخاطر. طيب، البيئة الحاضنة، البيئة الموالية، هذه ليست أولى النكبات، طبعاً عدا عن نكبات القتل والعاهات الدائمة والفقر والفاقة على مدار 10 سنوات، يعني هناك مجموعة من العاهات الجسدية التي أصابت طيفاً كبيراً من البيئة الموالية عدا عن الموتى، هذا يعني هذه حسابها لوحدها. لكن بدءاً من نكبات الفقر والجوع والتسول على أبواب المسؤولين وهم الذين قاتلوا وقتلوا وجرحوا مع النظام، وكان نهاية المطاف أن يتسولوا في شوارع اللاذقية وطرطوس، الآن أتتهم الحرائق وهم يتهمون النظام صراحة، جهات في النظام بالمسؤولية، والنظام لم يلتفت لهم، والإيرانيون أتوا ليطفئوا الحرائق عندما اقتربت من مركز البحوث. طيب، ومثلا المناطق الأخرى؟ فقط مركز البحوث الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، ثم الروس يعني أرسلوا محوماتهم لإطفاء النيران في إسرائيل. طيب، والجماعة البيئة الحاضنة، هذه البيئة الحاضنة هذه دفعت كل شيء، دفعت الغالي والرخيص من أجل أن يستمر هذا النظام، ما بقي شيء ما فعله هؤلاء، وفي النهاية جزاء سنمار، جزاء سنمار 100% جزاء سنمار. ما الذي تحصل عليه هؤلاء؟ تحصلوا على القتل وعلى الأمراض وعلى العاهات الدائمة، وتحصلوا على الفقر وعلى الفاقة، وتحصلوا على التسول في الشوارع، ثم تحصلوا على الحرائق فقط. تحصلوا، بعض يقول لك ربما تحصلوا على قليل من البرادات والغسالات في أسواق التحفيش، نعم هذا جيد يعني، لكنه كم سيقيت صلبهم
براد مسروق من خان شيخون أو مثلا غسالة مسروقة من سراقب، كم ستقيد الصلبة؟ انتهى ما تبقى. غدا الأحد القادم بإذن الله 9 مساء تقيد دمشق ما تبقى جديد في أمان الله.